الاحترام الواجب لشخصك. أيها الأخ الكريم، ونداعي فيه بإجابات. أولاً اللقاء هو لقاء مهم لأنه تيجمع واحد العدد ديال الخريجين ديال جائزة نوبل وعدد من رؤساء الدول السابقين، وهو ملتقى فكري بامتياز، والمغرب الحمد لله اللي كيستقطب هذه الكفاءات الدولية اللي زعما في أعلى مستويات، كيدل على أنه السياسة ديال سيدنا الله ينصره هي سياسة ناجحة، والحمد لله المغرب متميز، وماشي غير في الكرة ولكن كذلك في الفكر وفي العمل. وبطبيعة الحال كوزير في الحكومة ديال سيدنا الله ينصره أنا جيت باش نبين واحد الدعم للقاءات الفكرية اللي كتهدف أنها تجمع واحد التلة من الخبراء، لأن يعني الناس ديال جائزة نوبل جاو تكلموا على الدور ديال العلم والمعرفة والتربية في تكوين السياسات المقبلة ديال الأجيال المقبلة، ورغم أن هذه المواضيع شوية استشرافية ولكنها مهمة وكتدال مع أهل العلم اللي كتعرفوا الجميع يتواضع لأهل العلم سياسيين وخبراء ووزراء. وبطبيعة الحال جئنا لننصت كذلك إلى عدد من النصائح القيمة ومن الأفكار ونتفاعل معها. شكرا. لا بطبيعة الحال هو اختيار كيدل على أنه أولا هي قبلة لعدد من الفاعلين المتميزين سواء كانوا رياضيين أو فنانين، واليوم عندنا علماء بما في الكلمة من معنى، علماء ومفكرين. وبطبيعة الحال الجوهرة ديال هذه الجهة هذه ومدينة جميلة جدا، والحمد لله يعني حتى المشاركين راهم فرحانين بالتواجد ديالهم في هذه القبلة السياحية بامتياز.